إذا أخواتي وإخواني الأعزاء، إذا هجم عليك أي اضطراب من الاضطرابات اللي ذكرناها في الحلقة الماضية، أنت اهجم عليه بالسلام. نعم، إذا دربت نفسك مرة مرتين ثلاثة بتشوف دائما يوم يجيك الاضطراب لا شعوريا بتشوف تطلع لك لوحة السلام، فأنت تتغلب أو على هذا الاضطراب أو على هذه المشكلة أو على هذا الفقد والتلف والخسارة والألم على طول عن طريق السلام، تنتقل إلى السلام. هذا اختيار، هذا اختيار، الألم اختيار والسلام الداخلي مثل ما قلنا اختيار. إذا دربت عضلتك أنت سوف تنتقل في كل الاضطرابات التي تحدث من حولك إلى السلام الداخلي، وهذا التدريب سوف يمنحك الطمأنينة والهدوء والسكون والمتعة كذلك.